طيب عندي تنبيهات بسيطة وسريعة إن شاء الله لن أطيل عليكم فيها. التنبيه الأول، إذا كان ابتداء القارئ في موضع أوله اسم لله تعالى أو اسم النبي أو ضمير عائد عليهما، مثال على ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إذا أردت أنا لا أبتدئ بالبسملة، إحنا عندنا مخير واحد أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي بها إذا كان في منتصف السورة. طيب أنا أردت أن أبتدأ مثلا بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا أريد أن آتي بالبسملة على فرض، هل يجوز أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبدأ بالله لا إله إلا هو الحي القيوم مباشرة أوصل؟ قال العلماء لا، لا يجوز. طيب لماذا؟ لأنه هذا الأمر فيه من الشناعة، لحظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله على طول مباشرة أقول الله، وكأنه هذا عائد على الشيطان، اسم الجلالة عائد على الشيطان، فقالوا يمتنع. طب احنا اساسا ما هي الاوجه الجائزه اذا لا اريد ان اتي بالبسمله مع منتصف الصوره؟ قلنا وجهين فقط، الاستعاذه مع منتصف الصوره بالوقف او الوصل، وجهين الوقف او الوصل. قال هنا يمتنع وجه الوصل، لماذا؟ قلنا لما فيه من الشناعه. مثال اخر، الله ولي الذين امنوا، لا يجوز أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوصلها بالله ولي الذين آمنوا. طب إيش الحل؟ أقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، جائز، لكن أنا أصل غير جائز. أيضا هنا الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، أيضا لا يجوز أن أصل، لا يجوز أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوصلها بإليه يرد. طب ما هو الحل؟ أقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، هذا جائز. أيضا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، لا يجوز أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوصل بمحمد رسول الله. إذا هذه الأوجه غير جائزة، فقط يجوز عندي فقط وجه الوقف، هذا إذا كان اسم لله تعالى أو اسم لسيدنا محمد أو عائد عليهما. الملاحظة الثانية أو التنبيه الثاني، إذا كان ابتداء القارئ في موضع أوله اسم الشيطان أو ضمير عائد عليه. الآن عندي أنا بسملة في منتصف السورة، ممكن أنا آتي، أنا قبل قليل قلنا لو أنا لا أريد أن آتي بالبسملة وكان بداية السورة بداية الآية اسم لله تعالى، فلا يجوز أن أصل هذه الاستعاذة بأول الآية التي فيها اسم لله أو اسم للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أريد أن آتي بالبسملة، هل يجوز لي في مثل هذا المثال الموجود أمامنا أن أصل البسملة مع كلمة الشيطان أو اسم عائد على الشيطان؟ أقول لا، لا يجوز. إذا لا يجوز أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم، هذا غير جائز. طب ها إيش الجائز؟ أن أفصل بين البسملة وبين كلمة الشيطان. مثال آخر عائد على الشيطان، لعنه الله، أيضا لا يجوز أن أصل بين البسملة وبين هذه الآية، لابد أن أقف على نهاية البسملة. ملاحظتين بسيطات وسريعات راح نأخذهم بإذن الله تعالى. إذا كانت السورة المقرونتان السابقة في ترتيب المصحف على الأولى، ما هي الأوجه الجائزة في ذلك؟ من يقول لي؟ إذا كانت السورة المقروءة تاليا سابقة في ترتيب المصحف على الأولى، من يقول؟ يعني أنا انتهيت مثلا من سورة الكهف وأردت أن أعود إلى سورة البقرة، ما هي الأوجه الجائزة؟ إذا الوقف، ويا ريت قلنا نتعلم يعني النطق الصحيح، الوقف على الجميع، أنتهي من سورة مثلا الإنسان انتهيت منها وبدأت في سورة يوسف، أقف على نهاية سورة الإنسان ثم أبسمل وأقف على البسملة ثم أبدأ بهذه السورة، هذا الوقف على الجميع، أو الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث، الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث، هذا جائز. أقف على نهاية سورة الإنسان ثم أبدأ بالبسملة وأوصل هذه البسملة مع بداية هذه السورة التي أريد أن أقرأها. أما وجه الثالث المعروف والمشهور وهو وصل الجميع، فهو ممتنع في هذه الحالة. إذا هذه الحالة يمتنع فيها وصل الجميع، يتبقى عندي فقط وجهين، لأن الوجه الرابع هيك تلقائيا هو ممتنع، اللي هو الوصل الأول بالثاني
والوقفة الثانية ثم البدء بالثالث، هذا الوجه ممتنع. فيتبقى عندي ثلاثة أوجه، وجه من هذه الأوجه الثلاثة ممتنع هو وصل الجميع، فيبقى عندي وجهين، هو الوقف على الأول أو الوقف على الجميع، والوجه الثاني هو الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث. هذا إذا كانت الصورة التالية للصورة الأولى. طيب إذا كانت الملاحظة الثانية، طب إذا كرر القارئ صورة ما، يعني أنا انتهيت مثلا من صورة الإنسان وبدأ أعود إلى صورة الإسراء وبدأ أرجع لنفس الصورة، صورة مثلا الفلق وبدأ أرجع إلى صورة الفلق، ما هي الأوجه الجائزة؟ نفس الوجهين اللي أنا حكيت عنهم في الملاحظة الأولى، هو الوقف على الجميع ووقف على الأول ووصل الثاني بالثالث. أما وصل الجميع فهو ممتنع.